سيداتي أنساتتي، إليكم بعض المقاطع من الحوار الذي دار بين الفنان الأجنبي الوطني الجبني الزبدي هادي مخلوف وحضرة المسؤول الفظيع. حضرة الفنان هادي باصر مخلوف، ما كان رد المسؤول الفظيع بالنسبة لموضوع الخصخصة والتعيينات والدائرة الواحدة؟ وما كانت أبرز النقاط التي تطرق إليها المسؤول بالنسبة لموضوع البيئي من كسرات وتلوث الجو؟ أها، وأخيرا، ما كان تعليقه على موضوع الفلسطينيين في المخيمات والتوطين؟ شكرا، نشكركم على هذا التوضيح الفظيع وشكرا. للكتائب للقوات للخلية والقومية للأحرار والشيوعية الاشتراكية ولأمل ولحزب الله ولإسرائيل ولسوريا ولمصر والعراق والأردن وتركيا ولقبرص واليونان والليبية والمالطية لروسيا ولأمريكا العدنيس وعشروت والمنحبين والمبغضين. الكل عم تفكروا كيف الحل؟ والله اسمعوا شو رح أقول حسيفة ترى بابا عدوي لا كل ترى كهرباء لبنان الغد الحشا أبا حشا واواوي حبل الزبالة حبل الزبالة شنو يفي كيكي مهربة دبا بكفن يشي بوحدة مصاري لا يا ويوي حبل لي ويوي اللي شو حد بدان الغد بحد منو حرد شي دان دون دين دان دا قلي على راسي سلام انا شر ولا حمس بلد اقتصاد بلد شو راجع اقتصاد بلد تكسر رجلي هون يا قلب مش بيك ايام انسي حب ما اروع انسي ما اروع انسى انسي حب انسى لا مع بشا بشا بدا بابا كلها انا ولد يولا ولدتي تاريخ بلد سياحي زيك يا سوسو خدك عاوز بوس زيك يا سوسو خدك عاوز بوس عمرك لسه صغير يا نوسو يا نوسو يا نوسو يا نوسو يا نوسو بدهم يعرفوا القصة ولو حتى من نص بدهم يعرفوا القصة ولو حتى من نص شو في بيني وبينك كيف دغري بيحوسوا كيف دغري بيحوسوا بيك عم يسأل عني التاريخ خايف مني بيك عم يسأل عني التاريخ خايف مني شو عم بعمل مع بنتو بعت لي جاسوسو ما في منه على الرجاله والله يروح الوليد اسال والله حلينا ما قالوا لي هرجني بيها وشو راح حلبيني وحلبيني وعلى الدين